طب بصي، احنا دلوقتي عاملين اوفر على الحاجات اللي تخص الوش وكده. كل اللي هنعمله لك دلوقتي ان احنا هنعمل لك شويه بس شد على وشك. تمام. حاجه زي اسمها بلازما. تمام. بلازما دي بتخلي وشك يعني يبقى فيه نضاره كده. اه بس شكلك بجد بتقي عنها. ده انت بقى هتشتغلي معايا وهتمسيني بعدين. صح. ربنا يخليكي. انا سمعت عنها كتير قوي يعني. اه بتعمل الشعر كمان. اه بتعمل. اه رنا، وده الجهاز. رضا افتحي لي الجهاز من فضلك. انا بس عايزاكي تطمئني خالص ريلاكس كده. هنعمل لك ماسك. بصي هو هيعمل لك شويه حمار في وشك. مش مشكله. اوكي احتمال يوجعك شويه. بس بعد كده غمضي عينك بس. غمضي عينك خالص. هو بيشتغل بالكهرباء بس هتحسي انك بضع شويه بس ايه؟ انا كنت اعمل لسه فتره يعني. شويه مساج كده. بصي كل ما نزود فيه اكتر بعدين هتحسي بتقشير. يلا هنشتغل بقى. غمضي عيني خالص ريلاكس. اوكي اوكي ريلاكس خالص. لا 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 ايه ده، هو بيعمل كده ليه؟ ده بيشتغل حمار قوي. انت بشرتك حاسسه؟ لا حاسه. اكسب مين بسرعه بسرعه يا رنا بسرعة يا رنا، لو سمحتي عشان محتاجة التهاب بس. ممكن ده يأثر عليكي يا رنا بسرعة. الاكس 2 او بليز لو سمحتي. وينه وينه افتحي لي هيدا ليك روحي افتحي لي هيدا بيت. ثانية واحدة يا دكتور. ايه انت يا عبيطة اللي شو عم تعملي بالمرة واللي شو عم تكتبي فيها؟ ايه ده انت اللي شو عم تكتبي فيها؟ انت شو عم الله لا يوفقك. الله لا يوفقك. شو عم ايه رنا ده؟ ايه ده ايه ده؟ لا خليكي شو عم تكتبي هيدا؟ شو في ايه بس في ايه؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجة مالك بس. لا لا هيدا بيعمل هيدا بيعمل رنا اقفلي ده. انا هلا شوف لي الدكتور وقال لي هيدا بيعمل. انت اكيد جايه من بلوك لانك انا متاكده. انا زفت تعالي انت ريلاكس. تعالي بس تعالي رنا. لا انا مفيش حاجه. تعالي رنا 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 تعالي تعالي ريلاكس. انت اكيد جايه من بلوك لانك. شوفي يا رنا المتخلفه دي. يا انا دي الحقيقه. انا مجنونه اصلا. انا مجنونه. انت مجنونه. انت عايزه تطفشي زمان. هيدي دكتوره. تعالي تعالي يا كوزن. تعالي انت لازم تروح معايا البوليس. تعالي اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. انت كوزن؟ انت بتاع جامعه ايه ده؟ انت كنت معايا في اتحاد الطلبه.
جنوب الوادي صح. ازيك يا كوزم؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. اتفضلوا اتفضلي ارتاحي انت، ريلاكسي بس عشان وشك. ارتاحي انت على الشازلونج، ارتاحي. اقعد اتفضل يا كوزم، اتفضل اتفضل. خليكي على الشازلونج يا مدام، خليكي على الشازلونج. اتفضل. ايه الاخبار؟ الحمد لله انت عامل ايه؟ يا عاش من شافك والله، فين ايام زمان؟ الحمد لله بخير والله. ايه يا اخي ده متجوز بقالي 7 سنين وبتاع. الحمد لله تمام والله. الحمد لله. ده كان معايا في الجامعه، كان معايا في اتحاد الطلبه. انت مالك بس؟ مالك؟ مفيش اي حاجه، استهدي بالله، مفيش حاجه خالص. لا مفيش حاجه، ما تقلقيش، دي اكيد مزقوقه علينا من بلوك لانك عشان يبوظوا لنا سمعه المستشفى، انا متاكده من كده، لان هي اصلا ومش باينه كده، ولا باين لها هي لبنانيه ولا سوريه ولا اني داهيه جايه لنا دي، انا ما اعرفش صراحه. ما ينفعش كده بس انت خليكي ريلاكس، خليكي. لا 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 خليكي بس، لا بليز، لا بليز، لا عشان خاطري. معقوله ده انت ضيفتي؟ لا تعالي ارتاحي. لا ده الا مراتك يا كاظم، مش معقول ده. لا اتفضلي ارتاحي بس، ارتاحي. انا مش هعمل حاجه تانية بحياتي يعني، معقوله؟ انا مش خايفه على وشي ولا خايفه على حياتي، انا اصلا. طب انت كده هتزعليني انا، وشك مش هيحصل له حاجه، اللي انت بتعمليه دلوقتي ده هو اللي غلط عشان الرياكشنز دي غلط. تعالي بس ارتاحي. انا وشي هيبقى زي، انا اسفه جدا والله، سامحيني بس انا ما اعرفش هي بتعمل كده ليه. شفت وشها عامل زي مش لا هي اللي عاملاه اكيد، دي مجنونه. لا اقعدي بس، هعمل لك ماسك. لا معلش ارتاحي بس، هحط لك هعمل. مش هعمل حاجه سوري. لا انا اسفه، مش هعمل حاجه. ماسك بسيط عشان خاطري، عشان خاطري مش هيعمل لك حاجه. اتفضلي اتفضلي، ده ماسك بالاعشاب. اتفضلي تعالي 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 بس، تعالي يا ايمان، تعالي تعالي. اقعدي بس اقعدي كده، انت هتخوفيني يعني ايه كده؟ هتبوظي سمعه المستشفى، انا متاكده ان هي عامله كده عشان. لا حقك عليا، مفيش حاجه، وشك احمر عشان هيرجع نضارته تاني. لا اتفضلي اتفضلي ارتاحي. رنا ارتاحي. انا بصراحه انا خايفه. لا لا ما تخافيش خالص والله، ارتاحي اتفضلي. اديني لو سمحتي الماسك من هنا، اتفضلي ارتاحي ارتاحي. مش مشكله انا قاعده. ايه يا كاظم ده؟ اقعدي. عاش من شافك، ارجعي ارجعي رجعي نفسك كده دلوقتي. عاش من شافك يا كاظم، انت فين؟ ايه ده كل ده؟ ما بشوفكش كده خالص. بس هي دي ست غريبه. معلش ازاي يعني مزقوقه؟ مش معلش. هاتي الماسك يا حبيبتي لو سمحتي من هنا من العلبة. اوكي. لا ست مجنونه اكيد. انت ايه بتعمل ايه بعد ما خلصت جامعه؟ ما شفتكش من ساعه اتحاد الطلبه، كانت ايام جميله والله يا كاظم، بجد وحشتني والله. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ طمني عليك. مبسوط في الجواز بقى؟ مدام يعني سنها 26 وكانها 46، لازم وشها يتظبط. ظبطها لنا، خليها زي كده. لازم. انا عامل لها بقى هنا كمان بوتوكس وفيلر، هظبط لها الموضوع. ليه بس؟ ليه انت خايفه من ايه بس؟ لا ما تخافيش. ليه بس؟ لا ما تخافيش ما تخافيش، مفيش اي حاجه مفيش اي حاجه. ارتاحي بس ارتاحي 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 بس، ريلاكس ريلاكس. ايه يا كاظم اخبارك ايه؟ طمني عليك. اخبارك مش كده يعني تغيب علينا؟ لا انت انت اللي غدرت بينا بقى واتجوزت يا عم وحلويت كده. لا انت حلويت اكتر. لا بس ايه ده لما كبرت حلويت بقى والنضج بان عليك، انت ايه وصلت لفين؟ لا دلوقتي انا عجزت، انا كنت في شغل. عجزت ايه؟ ده انا دكتور التجميل، لما مراتك تبقى ايه لما انت عجزت؟ بص يعني 46 البنت يا عيني، مش معقول. ليه سايبه نفسك؟ انت سايبه كده ليه يا كوزن؟ طول عمرك بتحب الجمال. لا لا انا لازم اخليها كوبي بيست مني. عاوزينها زيك ان شاء الله. ويلك ما ادرش على زيك. بص انت تجيلي برايفت برايفت سيشنز، نعمل لك بقى شويه سيشنز كده حلوين، ترو خالص تبقى حاجه تانية. حياتي ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك والله. انا بجد مش مصدقه ان انا شايفاك دلوقتي، وحياه ربنا. يا نهار ابيض. لا 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 هو ايه سنانك دي؟ ازاي صفرا كده؟ لا انت يا رنا نسيبها لك. لا لا بص هقول لك على حاجه، انا هعمل لك كل الاوفرز اللي موجوده، هعمل لك سنانك. خلي دلوقتي رنا، رنا من فضلك يا رنا تعمل لك تركيبه صغيره كده بنعملها هنا عندنا في المعمل. بعد من وشك، بعد من وشك. رنا من فضلك انا جاي احكي بروقه كلمتين. كلمتين ارتاحي يا مدام ارتاحي، سيبك منها خالص. انا جاي احكي كلمتين بروقه. تعالى هون ليش بتخاف مني؟ تعالى هون كاظم. يا ايه كاظم دي؟ تعالى هون اخرجي يا رنا وخليكي مع المدام لو سمحتي. انت رايحه فين؟ بدي احكي معها، بدي اخبرها. اذا فاكره انت فاكره هتديني 2000 جنيه هسكت؟ انا اقول لكم في ايه؟ بيدوني 2000 جنيه عشان اسكت، اهو كل شويه بيكبر. وانت انت دخلتي عندها تاني ازاي؟ كاظم تعا شوي، جيبي لي كاظم شوي. كاظم تعا.
قاضي تعال شوي. روح طيب تعال نروح. شوي ده اكره جوزك ما بيسمع بدي اخده معي البوليس يشهد. لك عشو خايفه ما حصير لا حاجه خايفه يلا حصير فيكي بعد خمس دقائق. انت فاكره انا دخلت قبلك بكام؟ 10 دقائق وانت لو دخلت حصل لك كده. تعال ماشي شكرا. تقدرين نروح. خدي بقى يلا سايبه جوزك ادخلي. دي عامله انها دكتوره دي مش دكتوره.